موهبتي قبل 4 سنوات، شفت فيديو على احد مواقع التواصل الاجتماعي لفنان توازن، فبديت اسوي الشيء هذا الشيء بالبيت. فواجهت صعوبات بالبدايه بس ما استسلمت لان احب اواجه الصعوبات. أتدرب 5 إلى 6 ساعات تقريبا باليوم. عنده هواي أعمال توازن، أي شكل أشوف أنه أحب أسويه أواجه، أي شيء شكل صعب أواجهه أسويه. بالبداية ماكو دعم، ماكو مشجعين، الناس يشوفوا هذا الشيء غريب، شنو أنت قاعد تسوي؟ بس بالأخير بدأوا يشجعون أهلي وأصدقائي. أطمح أكون محترف في هذا الفن، فن التوازن، أوصل اسم العراق.